السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الوثائق اللي خاصنا نوجدوها باش يمكننا نديروا الطلب على الدفتر العائلي. كنكتبوا واحد الطلب خطي لضابط الحاله المدنيه اللي الموضوع ديالو كيكون طلب الحصول على الدفتر العائلي، وكنسحبوا بعد الوثائق. اولا عميله للزوج والزوجه، هنا كتاخذ النسخه الكامله من الجماعه اللي تزاديتي فيها. ثانيا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه للزوج والزوجه مصادق عليها، يعني مقاديزين، وخاصنا نردوا البال البطاقه الوطنيه واش مازال ساريه المفعول، يعني ان التاريخ ديالها مازال ما تسالى. ثالثا جوج ديال الصور خاصين بالزوج. رابعا نسخة من عقد الزواج مصادق عليه، يعني مقاليزي. خامسا عقد الازدياد خاص بالزوج والزوجة. سادسا 50 درهم كنضيفوها للوثائق، وكنمشيو لمكتب الحالة المدنية فين تزاد أب الأسرة وكنحطو عندهم الدوسي. ومن الأحسن يتطلب الدفتر العائلي قبل ما يتزاد الطفل، هكا رب الأسرة غادي يكون نقص على راسه الإجراءات وبالتالي يوفر الوقت دياله.